تعالوا نبدأ بأول قضية في قضايانا الاجتماعية قبل كمان ما نشوف بعض الملامح واللقطات المهمة في كأس العالم. إيه حكاية الأب اللي هو تحاصره مشاكل مادية فيقول لما تخلص من البيت كله من أبنائي علشان أنا خايف مستقبلهم سيكون مظلما ومن الزوجة ويقتل يعني. القضية دي طبعا قدمت للرأي العام على انه تم استغلال كاس العالم، وده اللي حصل بالفعل. الاب عشان ينفذ جريمته المثيرة للدهشة وللغضب، وطبعا في بعض انباء تم تداولها، اصل الاب اكتشف ان هو عقيم والاولاد مش ولاده، كل ده يعني من مصادرنا ليس صحيحا. الصحيح هو ان الاب تخيل يعني انه بسبب الضغوط المعيشية والاقتصادية، هو تاجر سيارات وفجأة يعني بدأ يخسر، الديون زادت بشكل كبير، استشعر انه هذا الوضع المالي يهدد مستقبل الاطفال، فالحل عنده ان الاطفال ما يشوفوش يوم اسود يعني اتخلص منهم. تعرفين دي فكرة حتى يعني جاءت للنازيين خلال سقوطهم في الحرب العالمية الثانية، كلهم تخلصوا من عائلاتهم علشان هذه العائلات لو ألقي القبض عليها يعني تلقى مصيرا أسود يعني، وربما تتعرض للانتقام يعني. لكن في الوضع الاجتماعي اللي يحصل ده، طبعا جريمة الرحاب المصادر الأمنية والقضائية بتوديها في هذا الاتجاه، رغم انه في ناس تانية بتقول يعني لا نصدق ذلك، لكن خلونا مع الأدل. في حوادث حصلت من هذا النوع كتير، أب علشان خايف على مستقبل ولاده المظلم فيقتلهم يعني. أي تفكير شيطاني بيسيطر على الناس بهذا الشكل. احنا حققنا القضية وللأسف الشديد طبعا الأب كان عنده تفكيرين زي ما قالوا لنا في المصادر الأمنية، إن هو ينتحر بعد ما يقتلهم، وتفكير تاني سيطر عليه إن هو لما يقتلهم ويتخلص منهم بهذا الشكل هو هيستطيع بقى إنه يواجه الحياة، لكن عليه أنه يتخلص من الدليل. فقال لما أنفذها أثناء مباراة مصر وروسيا، وراح بعدها عشان يشوف المباراة على مقهى في منطقة حتى بعيدة يعني، هو بيته في فيصل، ونفذ والقهوة اللي بيشوف عليها في حدائق القبة مسافة بعيدة يعني، وتمكنت أجهزة الأمن من خلال الكاميرات ومن خلال محاصرته بالتوقيتات المحددة، لانه كان عايز يوهم الجميع انه كان بيشوف الماتش وانه ما ارتكبش الجريمه. لكن ده اللي حصل. علينا ان احنا نحلل هذه الحوادث اجتماعيا ونفسيا قبل ما نتعامل معاها انها جريمه في صفحه الحوادث. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا واقفين في نفس العقار اللي تم فيه جريمة القتل، زوج قتل زوجته وطفلتين داخل الشقة السكنية هنا في نفس العقار اللي احنا فيه ليلة مباراة مصر وروسيا. هو طبعا استغل انشغال المصريين في مشاهدة المباراة واستطاع ان هو ينفذ الجريمة بتاعته. احنا طبعا معانا حارس العقار نادي ومعانا احد سكان العقار. انتوا عرفتوا ازاي ان في ثلاث بوصص داخل الشقه دي؟ احنا انا كنت نايم حوالي الساعه 1 كده، قمت حوالي الساعه 2:30 كده 3:15 كده سمعنا زعيق، فقمت مفزوع كده ببص، انا افتكرت الاولاد لسه في الشارع. فقمت ابص كده ما عندي اكل، الصوت على السلم بفتح كده بس الصراحه عياله اتقتل الثلاثه اتذبحوا جوه ذبح. واحنا بقى يعني جثث يعني هو كل حاجه وشقيقه كانوا في حاله هدوء تام يعني مفيش صدمه مفيش من السامعين اي حاجه تمام. لكن انتوا قبل الفتره دي ما كانش في اي شكوك حوالين ابدا؟ انت كنت قلت لي ان هو يعني كان بيعمل في البورصه او بيمارك بأمواله في البورصه صح كده؟ كان هو واحد صاحبه واحد صاحبه كانوا شغالين في او اتنين اصحابه كانوا شغالين على البورصه وتجاره العربيات. يعني هل هو خسر امواله بالفعل؟ ما اكيد انا عشان انا كنت يعني كنت كم مشوار معاه كده، الاقيه يكلم مع صاحبه على التليفون يقول له
اللوري ده وصل، الرولي ده وصل كام، الريال ده مش عارف وصل كام، مش عارف ده الدينار ده وصل كام كده. كان بيسأل بيستفسر على اسعار العمله هو واصحابه. طب العمله دي نزلت مش عارف كام، العمله دي رفعت كام كده. كان في الفتره الاخيره تبلور في شخصيته. لا ابدا، يعني ما احنا بنقول ان هو يعني يقال متعرض لازمه. ما انا بقول لك انا لحد يوم الثلاثاء اللي قبل العيد كنت واقف معاه، كان واقف بيكلمني، كان عاوز ينزل سلك دش من فوق عشان خارجي عشان يجيب القناه. كان بيقول ده قناه الكوره الماتش نازل على القناه الداخليه، مش نازل يعني متشفر. انا عايز بيستعد فكان بيستعد ليه كان بيستعد ليه، فكان عاوز يخليني اجيب له سلك اريال وبتاع لحد يوم الثلاثاء اللي قبل العيد. اهل الزوجه بقى ما ظهروش لا اهل الزوجه والدها لا والدها اللي جاي رد فعله وانا شفتهم في النيابه. صح. هل كان عنده توقعات لمين مرتكب الحادث ولا الاب؟ الاب كان في حاله يعني كان في حاله ذهول، هل ما كانش عنده شكوك في الذهول؟ عنده ايمان. طبعا هو تم اكتشاف الجريمه ليله مباراه مصر وروسيا، وتم تشكيل فريق بحث بقياده اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزه، والعميد عبد الوهاب شعراوي، ومحمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتم الوصول الى الجاني باعتراف الاب ان هو اللي نفذ جريمه القتل او المذبحه في حق زوجته وابنتيه. انه الطفلتان يعني دول احفاد الفنان المرسي ابو العباس القاتل. الاب القاتل هو ابنه. شوفوا بقى يعني الراجل طبعا رحل، واخر اعماله انا كنت شفت له بين السرايات، هنشوف المشهد دلوقتي. لكن شوفوا الناس لما يعني لا تتذكر الفنان او يعني اسمه لا يحتل المشهد ولا يتصدر المشهد الا مع جريمه بشعه بهذا الشكل يعني. وتاني وتالت بقول تعالوا نحلل هذه القضايا نفسيا واجتماعيا. ايه اللي بيدفع اب علشان يتخلص من مخاوف المجهول في المستقبل لما تخنقه المشاكل الماليه والاقتصاديه؟ انه يقتل بناته واطفاله واولاده وزوجته ويهدم البيت بهذا الشكل يعني اي تفكير شيطاني بيسيطر على الناس في هذه اللحظات. اكيد شفنا اكثر من جريمة بهذا الشكل تابعناها خلال السنوات الماضية. مش عايزين هذه الامور تعدي بدون البحث في العوامل التي يمكن ان تؤدي الى ذلك بدون تحليلها نفسيا واجتماعيا. تعالوا اذكركم بالفنان الراحل المرسي ابو العباس، لان ابنه هو الذي نفذ هذه الجريمه، احفاده هم اللي ضاعوا فيها. الله يرحمه، جريمه بشعه ضاعت فيها اسره بالكامل. ايه اليد تاني هنقعد نقول ما الذي يدفع اب الى التخلص من اطفاله ومن اسرته ومن زوجته بهذا الشكل؟ أستاذ سعيد المصري جايز يقول لنا حاجة جديدة، وهو جار لمرتكب الواقعة. أستاذ سعيد أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ سعيد، كان في أي مؤشرات بتقول إن الأب يمكن أن يرتكب هذه الجريمة؟ أي حاجة ملحوظة؟ ولا كان باين عليه أي حاجة خالص. هي أحواله المادية اهتزت في الآخر؟ لا، دي ما حسيناش طبعا بحاجه، دي ما نعرفش عنها اي شيء. هو تاجر سيارات؟ لا والله ما كنتش اعرف الا النهارده ان هو تاجر سيارات. كل واحد مختص في العماره بذاته، ما حدش يعرف عن الثاني حاجه. طيب ايه اللي تعرفوه؟ احنا فوجئنا حوالي الساعه 3 الا ثلث كده بزعيق على السلم، فقمت بصيت لقيت هو واخوه عمال يشاوروا له اهدوا 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 اهدوا، احنا بنبلغ البوليس. فلقيت احدى السكان الحاج خالد يقول لي صلاح المرسي ولاده اتذبحوا. دي طبعا كلمه ذهلتني خالص، خلتني
يعني نسيت ايه اللي قدامه، ايه اللي بيتقال دوت، ازاي حاجه حصلت زي كده واحنا موجودين في العماره ولا سمعناش صوت صرخه ولا ما سمعناش صوت اي حاجه خالص. اتاري بيقول الكلام ده ساعه الماتش. طب انا في الماتش كنت متواجد بس ما طلعتش اتفرج عليه، بطلع على القهوه اتفرجت عليه، قعدت في البيت، قعدت كل شويه كنت ببص من الشباك ما لقيتش حد طالع. هو نفذها تحديدا اثناء المباراه عشان يعني يبقى في حاله. لا لا هي كده مش احسن المباراه، لا هو لان هو كان متواجد هنا قبل المباراه، ان هو نزل الساعه 5، هو نازل الساعه 5 يبقى هو نفذها وراح يشوف المباراه عشان يقول ان انا اتفرج على المباراه، ان انا كنت بشوف المباراه وما قتلتش يعني. تمام كده تمام. طب انت جيت حوالي الساعه 2:30 ولا 3 الا ثلث، لقيت الوضع دوت، و حتى ما نادتش لحد في البيت، ما ذهلتش، ما صرختش، ما انفعلتش، فوجئنا بالكلام ده كله وارد، ما فيش اي حاجه خالص. يعني احنا قمنا كده لقينا اخوه اللي موجود، ازاي يعني اخوه اللي موجود وناس قرايبه وطالعين على السلم جاري بيقولوا الحقوا ده في جريمه قتل فوق. طب ازاي والحكومه جايه؟ طب ازاي احنا كنا فين في الوقت ده كله؟ الوقت ده كله احنا كنا فيه. هو خنق زوجته بالشرب وخنق البنت الكبيره بسلك تليفون، والبنت الصغيره حط المخده عليها كتم لها نفسها يعني. يعني حضرتك والله استاذ وائل، انت جايب الاطفال دي وهم كده صغيرين، ده الاطفال دول لسه يعني منتشئين، واحده لسه واخده الاعداديه طالعه من ثالثه اعداد داخله ثانويه عامه، عروسه يعني تشوفها حضرتك فرحانه بنفسها ودايما طالعين الاوائل. يعني عشان كده انا مذهول جدا ازاي اب. شوف انت حضرتك بتقول ايه، امال احنا اللي متواجدين في المكان ذهلنا اكتر، احنا ما كناش متوقعين ولا نتخيل بحاجه زي كده. احنا دايما بنتفرج على البرامج بنشوف الحوادث، ما كناش مقتنعين ان يحصل حاجه زي كده او بيحصل حاجه زي كده. طب تيجي ازاي؟ انا تيجي ازاي؟ انا تحت منه عن الصرخه نسمعها، احنا الصرخه نسمعها ما سمعناش خالص. وانتوا بقى لقيتوا الزوج نفسه هو اللي بيصرخ وبتاع ومهموم بالجريمه بعد صرخ؟ يا ريت صرخ، ما فيش صرخه، لا ما فيش صرخه، ما فيش اي حاجه خالص. احنا طلعنا على الزعيق فقط لا غير، الناس كلها لقينا بتوع الشارع طالعين جري. ايه اللي من اللي طالع فوق؟ ايه ده؟ طيب ذهلنا، بيقولوا فجأة رميت قتل جوه. بشكرك ألف شكر. طبعا يعني مسألة مخيفة يا جماعة، بس ده محتاجة تحليل نفسي واجتماعي.